أصبحت مسألة نظافة العاصمة إنجمينا من المسائل التي تؤرق السلطات البلدية، لذلك وضعت عدة استراتيجيات للاعتناء بالعاصمة، منها النظافة الأسبوعية. لذا جاء عمدة بلدية إنجمينا إبراهيم فلا مع العاملين لإزالة الأوساخ والمياه الراكدة بسوق الغلال، خاصة في هذا الشارع. الموادين دواج ميري أنا أرون السماء بسوما أنينا بس يقول أصلا قلنا كل سيتياشن ديرجانز خلينا أسرونا مرقو لي وساك دا وده شفتو بلوكي وكل سيرفيس أنا راي 50% جينا لين ندفو بحاندا عشان لي يقى فادي يقى بروب ووكي داك دا نشوف درب كان يفوت كل بقول قريب ما في كل 10 وكم سنة ما كيري دا كل دروب دا كل صدو وصدو كل بهم هم بطن شعب دا بسبو ترافق واسق أنا بسبو في لبا كل لك صدو دا كل كان واجب نفسه عشان علم القائد يكون كان جا كل يفوت يمشي. كما أشاد العمدة بجهود العاملين ومساهمتهم في تنظيف المدينة. كثير ناس لاصق يخدم فيها الرأي حامد اللي يخدم الشعب أنا دا دا يعني دا يا وطنية دا وطنية نادم ما كلام قبل خدمه بلغو ريال لكن قبل خدمه لي يريغلي سيتياسيون للناس دا دا نشكرهم كثير الله يكفيهم. إن تنظيف العاصمة إنجمينا وجعلها مدينة حضارية عمل يتطلب مشاركة الجميع، لا سيما جميع الدوائر العشر.